في محاضرتنا النهاردة إن شاء الله هناخد جزء مراجعة بسيطة على اللي فات زائد أسباب الفساد. ملخص كده للمنهج أو الجزء اللي فات، إحنا اتكلمنا على حقوق الإنسان، اتكلمنا فيها على أنواع حقوق الإنسان، حقوق الإنسان الفردية والجماعية، وفي الآخر اتكلمنا على واجبات والتزامات الأفراد تجاه المجتمع. أول حاجة هنتكلم على الحقوق الفردية. الحقيقة الحقوق الفردية بتنقسم إلى هي الحقوق الأول الخاصة بالفرد، بترتبط بالفرد باعتباره شخصاً، وهي الحقوق المدنية أو الحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الحقوق السياسية وهي يطلق عليها حقوق الجيل الأول، زي الحق في الحياة وسلامة الوجود المادي والجسدي، كذلك سلامة الوجود المعنوي والذاتي للإنسان. وبدون الحقوق على فكرة السياسية لا يمكن تحقق أي من الحقوق الأخرى. فإذا كان الإنسان مهددا في حياته أو خاضع للتعذيب أو لقى به أو تعرض للتعسف في السجن، فإنه لا يهتم بأي شيء مهما كانت أهميته وقيمته. وتمثل الحقوق السياسية أيضا في الحق في الحياة، وكل ما اتصل بها في حق الفرد في سلامته من تحريم التعذيب، والحق في الدفاع الشرعي وضمان الأمن الفردي في محاكمة عادلة. وتشمل أيضا حريات تانية زي حرية الفكر والعقيدة والتنقل والاجتماع والانضمام للجمعيات واللجوء الإقليمي والتمتع بالجنسية وحرية الرأي والحق في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة شؤون البلاد، سواء تم ده بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. عشان كده احنا بنسميها حقوق الجيل الأول، لأنها حقوق أساسية، وبدونها زي ما احنا قلنا بدونها إن الإنسان ما بيهتمش بأي حقوق تانية، ودي الحقوق المرتبطة بالفرد. أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فهو يطلق عليها حقوق الجيل الثاني، وهي بتتعلق بتطابق مع مفهوم المساواة، زي مثلا الحق في التملك والحق في الزواج وتكوين أسرة وحق العمل وفق الأجر العادل، حق التعليم والدخل المناسب والضمان الاجتماعي، حق تشكيل نقابات والانضمام إليها، حقهم في الحياة الثقافية، منافع تقدم العلمي، حقهم في مستويات معيشية مناسبة. يبقى إذن الحقوق الفردية هي مجملة 14 حق اتقسموا إلى مجموعة من الحقوق السياسية تمثل حقوق الجيل الأول، ومجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمثل حقوق الجيل الثاني. نسميها الحقوق السياسية حقوق الجيل الأول لأنها حقوق أساسية، وبدونها بيهمل بدون توفرها بيهمل الإنسان أي حقوق باقي الحقوق التانية اللي علينا. دي الحقوق الأساسية المرتبطة بالفرد. ايه بقى الحقوق الفردية؟ الحقوق الفردية قلنا ان هما 14 حق. اول حاجة عندنا حق الاسم والرعاية التعليمية. طبعا الانسان ما بيتولد اول حاجة بيبقى شهادة ميلاد. شهادة ميلاد دي اول وثيقة ليه بتثبت اول حاجة حقه في الحياة وحقه في الاسم. وبالتالي بنقول لكل طفل حق في كل ورقة تثبت شخصيته أو تثبت اسمه. الورقة دي على فكرة بعد كده هي ورقة أساسية في حياته، لأنها بتديله بعد كده كثير من الحقوق، زي الحق في التطعيم الإجباري والرعاية الصحية والتغذية والمأوى الآمن والتربية الدينية السليمة، وتكافل الدولة كمان وفقا لهذه الورقة حق للأطفال ذوي الإعاقة الخاصة أو اللي بيحتاجوا الاندماج والتأهيل في المجتمع. والحقيقة الورقة دي أساسية، احنا بنقدرش يعني أي جهة عمل بنقدم لها لازم بيطلبوا فيها شهادة الميلاد. لو أنا هقدم في مدرسة بيطلبوا شهادة الميلاد، لو أنا هسافر بيطلبوا شهادة الميلاد، لو أنا عايز أعمل باسبور بيطلبوا شهادة الميلاد. أي إجراء أنا كشخص أو أنت كشخص بتمر بيه في حياتك لازم بيطلبوا شهادة الميلاد، لأنها ورقة مهمة جدا، وده أول حق بتديهولك الدولة أو بيديهولك القانون، والحق في الاسم واللي بيتبعه بعد كده الرعايات التعليمية وخلافه.
كذلك بنقول الحق اللي بعد كده الحق في الجنسية. الحق في الجنسية بنقول إن لكل فرد الحق إن يكون ليه جنسية، أو يعني وفق شهادة الميلاد فهو بياخد جنسية البلد اللي بينتمي إليها أو اتولد فيها حسب بقى قوانين الدولة ديت. لكن عموما إن لكل فرد حق في التمتع بجنسية ما، ولا يجوز حرمان الشخص من جنسيته تعسفا أو إنكارا أو إنكار حقه في تغييرها. هو ممكن يغير جنسيته، زي ناس مثلا مسافر أمريكا فبتاخد الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى الجنسية المصرية. يبقى إذا الحق في الجنسية ده حق وسيط جدا بالإنسان، حق فردي ولا يجوز حرمانه منها بأي شكل. الحق بعد كده الحق في الزواج وتأسيس الأسرة. في الزواج وتكوين الأسرة بيقول إن نصت المادة 16 في الدستور المصري إن هو بيحق للرجل والمرأة متى بلغ سن الزواج في تأسيس أسرة، وإن عقد الزواج ده لا يبرم إلا برضاء الطرفين كاملين، ده في حالة ما يكون الرجل والمرأة وصلا إلى سن الزواج أو سن النضج. والأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، ولا الحق في التمتع بحماية المجتمع. والدولة في الحالة دي كمان بأنها إدت الفرد هذا الحق، فالدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية الأخلاقيات وقيم المجتمع. والحقيقة كمان إن الدولة مهم جدا عليها إنها تتكفل أو إنها تحقق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية، خاصة كمان أمام القانون. أيضا الحق في احترام الخصوصية، فبنقول إن نصت المادة 112 من الدستور المصري لا يجوز لأحد التدخل في التعسفي في حياة الشخص أو أسرته أو مسكنه، فلا يجوز الاطلاع على المراسلات أيا كانت نوعها، بمعنى إن كل أسرة أو كل شخص ليه خصوصيته، وإن القانون جرم محرم إن حد يتسلط على حد أو يركب أدخل أركب سماعات في بيت حد أو أتسلط على مراسلاته حتى لو كانت المراسلات دي إلكترونية، فلا يجوز دي إن أنا أعمل هاكرز مثلا على رسائل شخص معين. دي جرائم يعاقب عليها القانون، لأن القانون والدستور إدى للفرد الحق في احترام الخصوصية. أنا إمتى بقى اللي انا اطلع على رسائله او اطلع على خصوصات ده؟ بقى ايه؟ بامر بقى ايه؟ محكمه، وباذن نيابه لما يكون الشخص ده متهم بتهمه معينه او مشكوك فيه ان هو بيعمل عمل مخالف للقانون. في الحاله دي انا بمشي ورا بخطوات قانونيه، باخد اذن النيابه، محكمه، ان انا اطلع على مراسلاته وعلى خطواته وعلى حياته الشخصيه. حتى معنى كده ان ازاي القانون يعني احترم خصوصية الفرد، ان انا ما اقدرش خالص امس الخصوصية دي ولا اقرب منها الا ما يكون باجراء قانوني ويكون هو مشتبه فيه. الحق اللي بعد كده الحق في مستوى معيشة مناسب. بيضم الحق ده بقى الحق يعني مستوى معيشة ده بقى مناسب، ده يضم ايه؟ حق ان انا اكل كويس، ان انا البس كويس، ان انا اعيش في مكان كويس، ان انا الاقي رعاية طبية كويسة، ان انا يكون في دولة بتوفر لي خدمات اجتماعية، اللي يكون عندي تأمين ضد المرض والبطالة والشيخوخة. دي كلها العناصر اللي بتضمن لي ان انا اعيش حياة مستوى معيشة مناسب. الحق في الرعاية الصحية الحقيقة هو مرتبط شوية بالحق في مستوى، هو ضمن داخل الحق في مستوى معيشة مناسب، لأن كمان الدولة على فكرة بتهتم جدا بالتأمين الصحي ولغير طبعا القادرين. واحنا شفنا ازاي بدأ يتطور منظومة التأمين الصحي، منظومة التأمين الصحي الشامل. لأن الحق في الرعاية الصحية منطلق إيه بقى؟ منطلق إن الحق في الرعاية الصحية هو حق يعني أساسي ومرتبط من حقوق الإيه؟ من حقوق الفرد. عندنا أيضا الحق في حرية الانتقال والإقامة.
انا كشخص ليا جنسيه الدوله بتاعتي او البلد بتاعتي، انا من حقي ان انا اروح واجي في اي مكان في الدوله بمنتهى السهوله. هل احنا مره سمعنا مثلا انا لما تيجي سافرت الاقصر تاخدي تاشيره دخول الاقصر او محتاجه وصفه عشان تخشي الاقصر؟ طبعا لا، لان انت دي البلد داخل دولتك، انت من حقك ان انت تنتقلي في اي مكان وتعيشي في اي مكان داخل الدوله بتاعتك. ده شيء منطقي. بعد كده عندنا باقي الحقوق. أول حاجة عند الحق رقم 8 هو الحق في التملك. الحق في التملك يعني إيه؟ حق إن أنا يبقى عندي ممتلكاتي، سواء كان ممتلكات فردية أو بمشاركة حد تاني. يعني حقي مثلا أن أكون مشروع فردي أو مشروع بمساعدة أو مجموعة من الأفراد أو الأصحاب. ولا يجوز تجريد احد من ملكياته بشكل تعسفي. يعني انا لو صاحب مشروع او صاحب عماره، ما يجي لا يحق لحد ان هو يجي يستولى على العماره بتاعتي او المشروع بتاعي، او ان هو حد يجي يخربه، يسرقه، ينهبه، يحرقه، اي حاجه فيه. ده لان ده اعمال يعاقب عليها القانون. يبقى الحق بتاعي مش هو بس، يعني مش القانون بس اداني حق في التملك، يكون عندي ممتلكات. ده بموجب هذا الحق، فهو حق الدوله انها تحافظ على الممتلكات بتاعتي ديت. وان اي حد بينتهك هذا الحق بيعاقب، يعني ده فعل يعاقب عليه القانون. حق كمان الحق في العمل. وبنقول إن العمل هو المجهود البدني أو الذهني الذي يبذله الإنسان لإنتاج سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل. ولكل شخص الحقيقة الحق في العمل وله حرية اختياره، والحق في الحماية من البطالة. يعني أنا كشخص أو أنا كطالب خريج كلية، من حين أختار الوظيفة اللي شايفها إنها تناسبني. وكمان حقي ان احصل على اجر مناسب. ومش بس اجر مناسب، هو اجر مرضي بيحقق مستوى معيشه مناسب. وده بيرتبط بالحق اللي احنا قلنا الحق في مستوى معيشه مناسب. هنا بقى لما اجي اشتغل، حقي ان انا اشوف، يعني ادور على وظيفه مناسبه، ويكون الوظيفه دي باجر مناسب تكفي لي حياه كريمه. معنى ايه؟ بمعنى هنا إن لو انا اشتغلت حتى في قطاع خاص، فالدولة وضعت قوانين تنظم العمل في القطاع الخاص. مش معنى ان انا صاحب قطاع خاص اللي انا يعني خلي الناس تشتغل عندي بالسخرة، ما ادلهمش مرتبات كويسة، اللي انا اشغلهم اليوم كله من غير مرتبات، يعني مقابل مجهودهم. لا طبعا، القانون يعني وضع لي قوانين، وضع لي اجراءات معينه في ضوءها ببدا ان انا كصاحب عمل ان انا اشغل مرؤوسيني في ضوء هذه القوانين. يعني مثلا القانون اوجب ان الناس اللي بتشتغل عندي اعمل لهم تامين ضد البطاله، ضد الشيخوخه، ضد اخطار العمل. وبالتالي اي صاحب عمل لازم يكون عنده الاجراءات دي، واخد الاجراءات دي، وبيقوم بالاجراءات دي. كذلك بنقول لا يجوز إلزام مواطن بالعمل، قلنا إجبارا أو بالسخرة إطلاقا، إلا بنقول إن أنت مجبر بس بعد سنة التخرج. في بعض الكليات أنت بتعمل سنة خدمة عامة، والسنة دي الحقيقة بمدة محددة بمقابل كمان أجر. يعني إحنا بنقول عرفانا منا مثلا بدور الدولة في تعليمنا، فبنقدم الخدمة دي لمدة سنة. ايضا الحق في التعليم هو مرتبط برضه بالحق في الحياه الكريمه. وعشان كده الدوله حطت او وضعت او اعتبرت عندنا جزء تعليم اساسي، وجزء تعليم اساسي من مرحله الكيجي لغايه ثالثه اعدادي. ده بنسميه في مصر التعليم الالزامي او التعليم الاساسي. ان 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 التعليم ده بيقدم بالمجان. وهو بيقول الزامي اساس ليه؟ لان لازم كل الاطفال تمر بهذا الايه بهذه المراحل ايه بهذه المراحل الثلاث. من بعد بقى ثالثه اعدادي عندك مرحله بقى الثانوي، انت بقى ليك مطلق الحريه، اللي عايز تخش ثانوي عام، ثانوي خاص، ثانوي تجاري، مهني، صناعي، اي نوع من انواع الثانوي. لكن لغايه ثالثه اعدادي فالدوله مجبره انها تعلمك.
ليه؟ لأن الحق في التعليم هو حق كفله لك الإيه القانون، ويهدف التعليم عموما إلى إعداد المواطن. فإحنا كده اتكلمنا في الأول بنقول إن الباكج التعليمي اللي أنت بتمر بيه غرضه في الآخر إن تعداد المواطن، المواطن الصالح اللي يكون بيشارك بشكل إيجابي في مجتمعه. كمان الحق للآباء في اختيار نوع التعليم المناسب لأولادهم. هو مش معنى إن أنا بقول إن في تعليم إلزامي إن أنا بجبر مثلا الأب ده إن هو يدخل ابنه المدرسة دي بالمصاريف الفلانية أو مجانا أو في المكان الفلاني، لأ. هو انا قلت في تعليم الزامي مجاني، لكن كمان الاسره او الاب ليه الحق في اختيار نوع المدرسه ونوع التعليم اللي بيقدمه لابنه. الحق في حريه الراي والتعبير. الحقيقه بنقول في كل الدساتير السابقه وفي كل الثور التاريخ لحقوق الانسان بنلاقي الحق ده موجود، الحق في حريه الراي والتعبير عن الراي، سواء كان بقى تعبير ورقي او مرئي او الكتروني بوسائل الصحافه والطباعه ووسائل النشر المختلفه. والحقيقة بنقول إن الحق ده مهم جدا، يعني اللي أنا أعبر عن رأيي. أيضا الحق في حرية الضمير والديانة. إحنا بنقول إن الوطن للجميع والدين لله، يبقى إذا حرية الديانة وممارسة العقيدة الدينية مكفول للجميع، وكل واحد ليه الحق في يمارس منطق يعني طقوسه الدينية. وعشان كده احنا ان الدستور المصري سوى الحياة بين جميع الطوائف المصرية امام القانون، لانه بيأكد على المواطنة ان انا مواطن، وبيأكد ان انا مواطن داخل مصر لان انا بحمل الجنسية المصرية، بغض النظر عن قلنا قبل كده التحقيق مبدأ المساواة، فالجميع متساوي امام القانون بغض النظر بقى عن الخلفية الاجتماعية والثقافية وكمان الايه الدينية. فكل واحد يعني أو إن القانون كفل إن كل واحد هو يمارس معتقداته الدينية أو طقوسه الدينية. بس يعني إحنا اللي هو الأديان السماوية، إحنا بنتكلم عن الأديان السماوية، الأديان من عند ربنا، مش كل واحد يعني ينحرف بفكر أو باتجاه جديد نقول إن هو ده اتجاه جديد ويمارس معتقداته الدينية والكلام الفارغ ده. لا، إحنا بنتكلم هنا على الأديان السماوية. انتخابات حرة نزيهة. بنقول إن الفرد بمطلق هذا الحق، فالفرد ليه الحق في إدارة شؤون بلاده وتقرير هذه الحقوق الأفراد باعتبارهم من مواطني الدولة ويحملون جنسيتها. يعني مش أي حد هيمارس الحق في انتخابات نزيهة، ده مرتبط بمواطن الدولة اللي بيحمل جنسية الدولة. فلكل فرد الحق في إدارة شؤون البلاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الممثلين ليه، زي ما أنا كده بننتخب أعضاء مجلس الشعب. لأن إرادة الشعب هي مصدر السلطة اللي بيعبر عنها بإجراءات انتخابات نزيهة، واللي بيعبر عن إرادة الشعب المفروض إن هو مجلس النواب أو مجلس الشعب. عشان كده المفروض المواطن بيشارك بشكل إيجابي في الانتخابات، وتعتبر ده واجب وطني عليه. وبالتالي ان بناء على هذا الحق تلتزم الدولة بإدراج اسم الفرد، في قوائم الانتخابات دون طلب منه ما توفر شروط الناخب. يعني احنا بنقول ان لما المواطن او الطالب بيوصل لسن معين بيبقى له حق في الانتخابات، يعني تلقائيا بيلاقي اسمه موجوده في اسمه موجود في قوائم الانتخابات، لان ده حق كفل له الدستور. كمان ان مهم جدا كمان ان الدوله بتوفر اجراءات انتخابات او اجراء انتخابات نزيهه من حيث البيئه التشريعيه ونشر الوعي السياسي بين المواطنين باهميه المشاركه الايجابيه في الانتخابات. واحنا بنقول احنا بننتخب من ينوب عنا في اداره شؤون البلاد، او انا ممكن انا ذات نفسي انا او اكون الشخص هو بيرشح نفسه لانتخابات عضو مجلس الشعب للرئاسه، اللي هو عايز بقى هو يدير نفسه يدير بلاده بنفسه لما يكون شايف عنده هذه المقدره.
آخر حق موجود عندنا الحق الإنسان في افتراض براءته. وإحنا عندنا كده كلمة إحنا مشهورة بنقولها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. يبقى إذن الأصل إن الإنسان بريء. إمتى بقى بنقول هو مدان؟ لما يكون في أدلة وبراهين تم التحري عنها وتم التأكد منها وتم ثبوتها إن الإنسان ده مدان. واحنا بنقول كمان ان احنا جميعا متساويين امام القانون. ده بالنسبه لمجموعه الحقوق الفرديه. تعالوا على الجزئيه ديت مجموعه من اذكر المصطلح العلمي للحقوق التاليه. يعني كل دي مجموعه من الحقوق، فبيقول لك قول اسم الحق ده ايه. هي تلك الحقوق توفر لكل فرد ويترتب الفرد باعتباره شخصيا. دي اسمها حقوق ايه؟ تعود جذورها إلى القرن الـ18 ويطلق على حقوق الجيل الأول. الحقوق الأول هي حقوق الإيه؟ طبعا السياسية. نصت المادة 38 من القانون المدني بأنه يكون لكل شخص اسم ولقب. اسم ولقب ده يبقى الحق في إيه؟ أول حق اللي هي الحقوق الفردية. لكل فرد حق في التمتع بجنسية ما. فاحنا هنلاقي هنا إن تعريف الحق أو نص الحق بيقول لك هو الحق ده إيه؟ يعني هي حق التمتع بالجنسية، حق الجنسية. نص الدستور المصري ان الحياه المواطنين الخاصه حرمه يحميها القانون. يبقى ده ايه بقى؟ الحياه الخاصه. للرجل والمراه متى بلغ سن الزواج حق التزاوج وتاسيس اسره دون اي قيد بسبب الجنس او الدين، ولهما حقوق متساويه امام القانون. يبقى ده الحق في ايه بقى؟ ده الحق في ايه؟ الحق في الزواج وتاسيس اسره. تمام. أقر الدستور المصري ضرورة ضمان مستوى معيشة مناسب. أهو هو هتلاقي الحق هو شرح نفسه من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية. يبقى الحق هنا إيه؟ في مستوى معيشة مناسب. أكد الدستور المصري على أن لكل مواطن حق في الصحة وفي الرعاية الصحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة. يبقى ده إيه؟ الحق في الرعاية الصحية. تعرف بإمكانية الفرد أن يغير مكانه وفقا لمشيئته وإرادته. يغير المكان يبقى حق في إيه؟ في الانتقال. هو أحد أهم الحقوق العينية الأصلية، وهي حق يخول صاحبه سلطة مباشرة حقوقه على شيء مادي. إيه بقى اللي مباشر هو على شيء مادي اللي هو إيه؟ حق في التملك. نص الدستور المصري على أن العمل حق واجب تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلى مصدر قانون الخدمة العامة لمدة سنة. يبقى ده الحق في إيه؟ الحق في العمل. لكل شخص الحق في التعليم. واجب أن يكون التعليم في مرحلة ابتدائية وأساسية على الأقل مجاني. يبقى ده الحق في إيه؟ في التعليم. أهو يعني هتلاقي كل حق شارح نفسه موجود في نص التعريف. نص الدستور المصري على أن حرية الفكر والرأي مكفولة للجميع، ولكل إنسان حق في التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير. وسائل التعبير بالرأي يبقى ده الحق في الإيه؟ حق في حرية الرأي. هي مجموعة الحقوق تمكن الفرد من المساهمة في إدارة شؤون بلاده، وتلك الحقوق تقرر الفرد باعتباره من مواطني الدولة. يبقى ده الحق في إيه؟ الحق في انتخابات نزيهة. بعد كده هنتكلم على الجزء الجديد بتاعنا، وهو الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفساد. احنا كنا اتكلمنا، احنا قلنا ان هما 12 سبب. النهارده هنكمل باقي الأسباب. عندنا مجموعة من الأسباب التانية الجديدة، يعني أولها ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياة العامة، ازدياد فرص انتشار الفساد في البلدان تمر بمراحل انتقالية، انتشار الجهل مع ثقافة متساهلة، انخفاض أجور الموظفين الحكوميين وارتفاع مستوى المعيشة، القصور في الهيكل التنظيمي في أجهزة الدولة، وأخيرا ضعف الرقابة الداخلية على الأجهزة الحكومية. وهتناول كل واحد بالتفصيل. أول حاجة عندنا ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياة العامة والمؤسسات المتخصصة بمحاربة الفساد أو تعمل على توعية بأهمية مكافحته. بنقول قبل
كده كنا قلنا إن إذا كانت المنظمات أو الهيئات المختلفة اللي بتحمي يعني الناس اللي بتنتمي إليها زي النقابات المختلفة بأنواعها ومؤسسة الأهلية والجمعيات الخيرية، إذا كان هي بتقومش بدورها، إذا كان هي مؤسسات ضعيفة تابعة للمؤسسة السيادية الفاسدة أو المؤسسة السياسية الفاسدة، فبالتالي في عندي فساد. يبقى اذا يبقى اول حاجه ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني. المجتمع المدني دي كانت موجوده ليه؟ عشان تقوم باهداف يكون ليها دور ايجابي في المجتمع. لو كانت هي موجوده بشكل صوري وبشكل انها صوره، يبقى ما بتقومش بدورها. يبقى ايه بقى؟ يبقى انا عندي كان عندي سلطه واحده هي السياديه المتحكمه في الاول والاوحد والاخيره. فبنقول ضعف المؤسسات الأهلية بأشكالها المختلفة زي النقابات بأنواعها والجمعيات الخيرية ومؤسسات البحوث في إنها تمارس بقى دورها في إقرار الموازنة، خاصة التنمية، الرقابة. كمان ضعف وسائل الإعلام ومحدودية الحريات ده، وإنها تقوم بدورها كمان على فكرة، بس مش بدورها الإيجابي في دورها بقى اللي هو المهمة الأساسية، ده هي كمان عندها دور تاني إنها توعي الشعب بالفساد وأشكاله ومظاهره وآثاره. إذا كانت المؤسسات دي ضعيفة فبدأ طبعا هينتشر. التمانية، ازدياد فرص انتشار الفساد في بلدان تمر في مراحل انتقالية. زي كده لما نقول أنا عندي الدولة مثلا الاشتراكية لما تحب إنها تنتقل لدولة رأسمالية فتبدأ تبيع مؤسسة القطاع العام وتعمل الخصخصة، فدي مرحلة انتقالية من نظام لنظام بيظهر فيها فساد. ظهر الفساد أيام الخصخصة في إن بدأت السماسرة تخش والرشاوي في إن هم يبيعوا مؤسسة القطاع العام بأسعار زهيدة وأسعار قليلة وبياخدوا فرق في جيوبهم، ده سرقة. المرحلة الانتقالية واللي احنا عشناها في مرحلة الثورة كان في قلق وفي توتر في البلد وكان في انتشار في الفترة دي الفساد. فبنقول ازدياد فرص انتشار الفساد في البلدان تمر في مراحل انتقاليه، حتشهد هذه البلدان ظروفا خاصه سواء كانت سياسيه مثل انتقال من مرحله احتلال الى مرحله الدوله، او ظروفا اقتصاديه ممكن يكون التحول ده تحول سياسي، ممكن يكون تحول اقتصادي من نظام لنظام، أو ظروف اجتماعية تؤثر على النظام السياسي بشكل كبير. مع كمان عدم اكتمال مؤسسات الدولة ده بيؤدي إلى انتشار الفساد. يعني احنا بنقول في مصر مرت بالفترة دي في فترة التحول نموذج اقتصادي رأسمالي. يعني في الفترة اللي مصر تحولت فيها نموذج الاقتصادي الرأسمالي زادت ثروات الناس كتير جدا، وفي نفس الوقت كنا بنلاقي ان في ناس في الفترة دي كانت غنية جدا أو بتتغنى وناس تانية بتبقى فقيرة. يعني إذا كان النمو الاقتصادي قدر إن هو يوصل لطبقة معينة فبيوصلش لكل طبقات الشعب، ده خلل، ده فساد. لأن لو أنا بحقق نمو اقتصادي وأنا يعني بتحول إلى نظام اقتصادي أكثر عدالة بيحقق نمو اقتصادي عالي، يبقى لازم الناس كلها بكل طبقات وكل فئات الشعب تحس بهذا النمو الاقتصادي. أحس أنا في زي الدخلي، أحس في الأسعار قليلة، أحس إن الفلوس اللي معايا بتكفي اللي أنا أشتري الحاجة اللي أنا عايزاها. لكن ده ما كانش بيحصل. بنلاقي فئة بتتغنى وفئة تانية مش حاسة بأي نمو اقتصادي، بالعكس ده دخلها بيقل أو الفلوس معاش بتكفي. خلاص ده بيؤدي إلى مبالاة، وبيؤدي طبعا إلى إن هو بيمس مبدأ مهم جدا هو مبدأ العدالة ومبدأ المساواة، وده مبادئ وحقوق كفلها القانون زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. كمان مع إن بنلاقي إن فئة بتقوم بممارسات احتكارية وده بيؤدي أيضا إلى انتشار الفساد. انتشار الجهل مع ثقافة متساهلة. الحقيقة احنا عندنا عموما احنا عندنا جهل عام بالحقوق، وعشان كده كان المنهج دوت في محاولة تثقيفية ان احنا بنعرفكم حقوقكم. فاحنا عندنا عموما جهل بحقوقنا الفردية كمواطنين ودور الدولة في حمايتها، وده وقلة الوعي ده بيخلق مجال للفساد وأشكاله، لأن احنا ده بيساهم كمان في انتشار الفساد ومعرفة وإزاي ما بنعرفش اللي احنا نوصل له، لأن احنا في الأصل مش عارفين حقوقنا.
وبالتالي عدم قدرتنا على الاعتراض على اعمال حقوق الحكومه. وانا اديت مثال قبل كده وقلت لو انا ابسط مثال حقي ان انا ارجع السلعه بتاعتي او الحاجه اللي انا اشتريتها، لان القانون او قانون حمايه المستهلك كفيل 14 يوم حقي فيها انا معايا الفاتوره ان ارجع الحاجه اللي انا اشتريتها. وانا انسان جاهل بحقوقي، رحت المحل وقلت له والله ان السلعه اللي انا خدتها، الفستان اللي خدته مثلا كان فيه عيب، من حقي ان ارجعه. فهو قال لك لا، ما يعني ما لكش حق انك ترجعه. لو انا بقى ما اعرفش حق هذا، ان انا من حقي ان انا ارجع، هاخد الحاجه وهستعوض ربنا فيها وخلاص. لكن واحد تاني عارف ان لا، انا حقي ان انا ارجع، انا هقف له اقول له لا معلش، القانون قال لي انا حقي ان انا ارجع الفستان لانه فيه عيب، فلازم ان انا ارجعه. فالحاله دي انا قدرت احافظ على ايه؟ انا من معرفتي بحقي قدرت ان انا ايه، اوقف فساد او اوقف حاجه خطا كانت. بعد كده كمان حاجة مهمة جدا بتساعد على الفساد، انخفاض أجور الموظفين الحكوميين وارتفاع مستوى المعيشة. واحنا كلامنا الكلام ده قبل كده، قلنا ايه اللي بيفتح الباب للرشوة والمحسوبية والمحاباة واستغلال المال العام؟ هو انخفاض أجور الموظف. ما دلوقتي احنا قلنا ان انتشرت كلمة اسمها عمولة، بتاخد عمولته او حسنته. طبعا ده يعني احنا بنبرر الرشوة ليه؟ لان الموظف دوت دخله بسيط، دخله ما بيكفيش ان هو يقضي حاجات بيته، لان هو دخله قليل وفي نفس الوقت في عندي ارتفاع مستوى المعيشه. ده بيفتح باب هنا، باب ايه؟ باب الايه؟ باب الفساد بقى. ما شك فيه يؤدي انخفاض الاجور وارتفاع التضخم الى خلق دافع قوي لقيام البعض بالبحث عن مصادر ماليه اخرى. اهو بيقول لك ان من خلال رشوه صغيره زي البقشيش او الاكراميه اللي بيتم تبريرها في بعض الاحيان ان هو بيحصل كده على خدمه افضل او خدمه اسرع، ممكن ده يكون على حساب القانون او حساب الاخرين. ده دي نتيجه لوجود خلل في نظام المرتبات بوحدات الجهاز الاداري بالدوله، ده بيؤدي قلنا الى انتشار الفساد والتربح والاستيلاء على المال العام او اهدار المال العام. وده نتيجة لعدم وجود هنا بقى العدالة في إن هو أربط المكافآت والحوافز بالأداء، لأن إحنا عندنا في القطاع العام بالذات الكل إيه، كله بيقبض نفس المرتب، اللي اشتغل زي اللي ما اشتغلش. لأ طبعا، ده بيخلق مجال للإيه، للفساد. لكن لو أنا ربطت الأجر بالأداء في العمل، اللي اشتغل أجره بيزيد وما بيشتغلش ما بياخدش أجر، في الحالة دي كله هيشتغل كويس والكل هيشتغل بضمير، وفي نفس الوقت أنا كموظف يعني هشعر بالعدالة. ليه؟ لأن أنا باخد أجر على قد إيه؟ على قد فعلا شغلي. ما أشوفش بقى إن واحد والله ما بيشتغلش وأنا بشتغل وهو بياخد نفس الأجر اللي أنا باخده. طبعا ده عدم شعور بالعدالة، وده هيفتح مجال للفساد. يبقى بقينا نتكلم على ذلك، تحدث الناس على الفساد باعتباره أحد حقائق الحياة. يعني يعني الفساد هنا بنقول ان هو فعلا حقيقة موجودة في حياتنا، والحقيقة من اهم حاجة او يعني من الامور المهمة اللي يجب على الدولة انها تواجهها وانها تعالجها، هي مواجهة الفساد. كمان مهم جدا من العوامل المهمة لانتشار الفساد القصور في الهياكل التنظيمية في الأجهزة الحكومية. عموما لازم يكون الهيكل التنظيمي واضح، ويعني الهيكل التنظيمي ده بيساعد إن أنا بحدد، زي كده مثلا في الكلية عن الهيكل التنظيمي ده عبارة عن إيه. عبارة عن أول حاجة رأس الهيكل التنظيمي في الكلية العميد، بعد كده يجي الوكلاء، وكيل شؤون الطلبة، وكيل الصلة العليا، وكيل شؤون البيئة، خدمة المجتمع والبيئة. بعد كده يجي بتحتيهم رؤساء الأقسام المختلفة، عندنا 6 أقسام في الكلية. بعد كده يجي تحتيهم أعضاء التدريس والهيئة المعاونة، ده الجهاز الإداري الخاص بأعضاء التدريس على مثلته في الجهاز الإداري الخاص بالموظفين. الجهاز الإداري ده لما يكون واضح
ومحدد، بيحدد وظيفة كل واحد موجود في الهيكل، في الهيكل الإداري. فأنا بتحدد في ضوء ذلك، في ضوء ذلك مسؤولية العميد، مسؤولية الوكلاء، مسؤولية رؤساء الأقسام. وبالتالي لما تحدد المسؤولية يبقى عندي نظام المحاسبة. يبقى لو أنا عارف مثلا إن الوكيل إرسالية مهمه كذا وكذا وكذا وكذا، لو أثر في المهام ده هيجي العميد يحاسبه، أنت أثرت في الجزئيات دي ليه؟ يبقى الهيكل التنظيمي ما يكون واضح، يعني بيحدد هنا أهم الفرد ومسؤولياته واضحة. إيه بقى أهم مشاكل بتواجه الهيكل التنظيمي في الجهاز الحكومي الحقيقة؟ عدم مراجعة تلك الهياكل وترتيبها دوريا ما يجعلها لا تلبي المواطنين الراغبين في الخدمة. احنا لما بنروح للمؤسسة بنلاقي يقول لك تعالى بكرة، اصل الموظف ده مش موجود، اصل مش مسؤوليتي، طب شوف الموظف التاني. ليه؟ لان مفيش يعني، ما هو المفروض ان انا الهياكل التنظيمية تعمل لها ابديت، مراجعة وتحديث، لأن احنا كل يوم في شأن جديد، كل يوم في وظيفة بتظهر وتخصصات بتظهر جديدة ومهام بتظهر جديدة. يعني انا لما دخل الحكومة الإلكترونية مع كده، ده شق جديد ومهام جديدة. انا عايز ادخل بيانات، يعني انا بدل ما كنت موظف بقعد بسجل البيانات يدويا، فانا عايز اسجل بقى البيانات الالكترونيه. دي مهام جديده، مهام لازم ان انا يتحدد مين مسؤوليتها في الهيكل الاداري كمثال. كمان مهم جدا، ودي بقى اللي بتعمل مشكله، تدخل كبير في التخصصات. زي انا بقول لك كده، اجي للموظف اقول له والله مش انا اللي بعمل، مش انا اللي بعمل التخصص ده، مش انا اللي بمضي على الورقه دي، يروح للفلان. فلان يقول لا مش انا، تبع هو. ونقعد نتنقل لما يجي نخلص ورقه في جهه حكوميه بالطريقه دي. ليه؟ بنتيجه تداخل، وجود تداخل كبير في اختصاصات ما بين الاجهزه والوحدات الحكوميه، ينشا على ذلك منازعات في الاختصاصات مما يعطل دولاب العمل الحكومي ومصالح المواطنين، وبالتالي بيضعف برضو المساله والمحاسبه. ما انا مش عارف مين المسؤول، مش متحدد عندي في الهيكل التنظيمي المسؤول، فما اقدرش احاسب، ده بيخلق مجال للفساد. يبقى سواء كان التدخل دوت داخل الأجهزة الحكومية أو تدخل ده داخل الجهة الواحدة بشكل دقيق، يؤدي إلى شيوع المسؤولية داخل الجهة الواحدة، ويعوق آليات الرقابة الداخلية ويفقدها كمان فعاليتها. يبقى أهم مشاكل الهيكل التنظيمي عدم تحديثه، إن مفيش مبعدلوش مبرجعهوش وفق للأحداث الجديدة. تدخل بقى اختصاصات بين الوحدات الحكوميه، اروح مثلا مصلحه الضرايب يقول ده تبع مش عارف مصلحه ايه، اروح مصلحه ايه تبع مصلحه ايه، ما اعرفش اروح فين. انا كمواطن لما ببقى عايز اخلص ورقه بسال يا جماعه انا اروح فين، اروح هنا ولا اروح هنا ولا اروح هنا. انا كمواطن حتى ما ببقاش عارف ممكن اخلص الورقه دي فين. كمان عدم تحديد اختصاصات داخل الوحده الحكوميه، الوحده ده بيضعف طبعا من الرقابة وبيؤدي انشغال. ضعف الرقابة الداخلية على أجهزة الدولة وعدم فعاليتها أدى إلى زيادة وقوع الممارسات الفاسدة. ضعف الرقابة الداخلية بقى للدولة. إيه بقى أهم مظاهر ضعف الرقابة الداخلية؟ وإحنا قلنا قبل كده ضعف الرقابة المركزية على الوحدات الفرعية. عدم وجود آلية دورية فعالة للتحقق من التزام المواطنين، مفيش آليات للرقابة أساسا، مفيش، بتتم بشكل عشوائي. تضارب قلنا المصالح بين المسؤولين، وقلنا خصوصا لما يكون تضارب المصالح أو المسؤوليات، لما يكون موظف مثلا قلنا أو صاحب شركة قبل كده وعضو مجلس الشعب، هو تضارب المصالح. خلصنا محاضرتنا النهارده، هيبقى لنا جزء بسيط عن آثار خطورة الفساد على الصعيد القانوني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي.